أهلا بكم طلبتي الأعزاء من جديد في درس من دروس فيزياء السادس العلمي، تكملة فصل الفيزياء الحديثة، فصل الخامس بالنسبة للأحياء، فصل السادس بالنسبة للتطبيقي. الآن وصلنا إلى موضوع كلش مهم، وهو ثقل الفصل بهذا الموضوع. بنهاية القرن التاسع عشر لاحظ العالم هيرتز أن الضوء الساقط اللي ذو تردد معين مؤثر على سطوح المعادن يسبب انبعاث الإلكترونات من تلك السطوح، وهذا ما يطلق عليه باسم الظاهرة الكهروضوئية. إذا أريد أجي أعرف شنو معنى الظاهرة الكهروضوئية، هنا أمامي الظاهرة الكهروضوئية، وهي ظاهرة انبعاث الإلكترونات. مثل ما تلاحظون هنا، هي ظاهرة انبعاث الإلكترونات من سطح معدن عند إضاءته بضوء ذو تردد مؤثر. هنا هذا سطح المعدن، طبعا نلاحظ بوجود الإلكترونات في مواقع مختلفة. من أجل أسلط ضوء ذو تردد معين مؤثر على هذا سطح المعدن، اللي راح يصير شنو؟ راح تنبعث هذه الإلكترونات من سطح المعدن، والإلكترونات المنبعثة أسميها بالإلكترونات الضوئية. هذا الإلكترون يرتبط بسطح المعدن بطاقة أسميها دالة الشغل، فحتى يتخلص هذا الإلكترون من القوة اللي تربطه، قوة الجذب اللي تربطه بالنواة، لازم يكون الضوء اللي أسقطه ضوء ذو تردد مؤثر. زين، هسه بعد ما انتهينا من هذه التعريف للمقدمة البسيطة هذه، راح أجي أشوف شلون أنا حوضح هاي الظاهرة، شنو اللي أستعمله. طبعا راح أستعمل أنا خلية كهروضوئية مثل ما مبينة هنا أمامك. هاي الخلية الكهروضوئية عبارة عن أنبوبة مفرغة من الهواء، لها نافذة شفافة من الزجاج أو الكوارتز. هنا جاني سؤال بالوزاري مهم جدا، مرشح أن يجي هاي السنة، استعمال الكوارتز بدل من الزجاج في الخلية الكهروضوئية. جواب يكون لكي تمرر الأشعة فوق البنفسجية إضافة للضوء المرئي. من ثم أجي أكمل التعريف. التعريف إحنا قلنا هي أنبوبة مفرغة من الهواء، لها نافذة شفافة من الزجاج أو الكوارتز، وتحتوي على لوحين معدنيين. اللوح الأول يسمى اللوح البعث اللي نرمز له E، أسميه كاثود، واللوح المعدني الآخر هو الأنود، أرمز له C. وانتبه أن الكاثود يتصل دائما بالقطب السالب، والأنود يتصل بالقطب الموجب. الآن هسه راح نجي إلى هنا، يجيني سؤال يوضح لي تجربة كيفية دراسة الظاهرة الكهروضوئية. طبعا بالبداية قبل التجربة أريد أنوه على فقرة كلش مهمة. العامل الأساسي حتى يصير انبعاث الإلكترونات هو التردد المؤثر. العامل الأساسي لانبعاث الإلكترونات هو التردد المؤثر. إضافة إلى يجي يسأل طالب يقول ست، هو شنو الفائدة من هاي الظاهرة الكهروضوئية؟ الفائدة إنه أستعملها بالخلية الضوئية، الخلية الكهروضوئية، أستعملها في الكاميرات التصوير الرقمية. زين ست، الخلية الكهروضوئية بشنو تفيدني؟ تفيدني إنه راح أقيس أني شدة الضوء، وراح أحول الطاقة الضوئية إلى طاقة كهربائية، ضوء أحول إلى كهرباء، راح أستفاد من هذه الفقرة. زين هسه إذا نجي ست، هذه أمامي التجربة إذا أريد أوضحها. طبعا الرسم مثل ما مبين أمامك طبعا مطلوب، كلش مهم هذا الرسم، هذا الرسم البياني أيضا مطلوب. أجي هنا هاي الخلية مثل ما موضحة أمامك بالرسم، هاي الخلية الكهروضوئية، هذه عبارة عن لوحين معدنيين، هذا لوح الباعث اللي هو E يتصل به القطب السالب، واللوح الموجب
اللي هو طبعا يتصل بالقطب الموجب اللي هو الجامع سي. هنا أنا الأميتر، هنا أنا عندي الفولت ميتر، وهنا أنا عندي مصدر فولتية مستمرة أقدر أغير الجهد مالته. طبعا هنا أنا بالرسم ما موضح، لازم عندي مقاومة متغيرة المقدار على مود ايش أسوي؟ أحرك هاي المقاومة متغيرة المقدار أقدر من خلالها أغير الفولتية مالتي. اللي راح يصير شنو؟ طبعا شو نقول له احنا؟ نقول له نربط الدائرة كما في الشكل. من ربطت الدائرة كما في الشكل حتى اتخلص من هواية امور اني. ربطت له الدائرة كما في الشكل، في البداية اضعها الانبوبة بالظلام اللي هي هذه الخلية. نشوف قراءة الاميتر صفر. من قراءة الاميتر صفر يعني ما عندي تيار. اللي راح يصير شنو؟ بعدها راح نسقط ضوء ذو تردد مؤثر على يا لوح، على اللوح الباعث اللي هو إيه. راح تنبعث الإلكترونات من الباعث للجامع. طبعا أنا إيش أريد؟ أنا أريد أوصل تيار. زين، هذا التيار أستفاد من عنده. شلون أوصل تيار؟ من راح تنتقل عندك الإلكترونات من اللوح الباعث لللوح الجامع، بهالحالة توصلت الأطراف. من توصلت الأطراف ش راح يمر؟ راح يمر تيار. هذا التيار تيار كهربائي، بما أنه هي ظاهرة كهروضوئية لذلك راح أسمي هذا التيار بالتيار الكهروضوئي. هسه راح أكرر لك، عند إضاءة L أنبوبة اللي هي الخلية الكهروضوئية، عند إضاءة اللوح الباعث في الخلية الكهروضوئية بالضوء ذو التردد المؤثر، نلاحظ انبعاث إلكترونات. هاي الإلكترونات تعمل على توصيل الأطراف، أي يمر تيار كهربائي، وحصلنا على تيار كهربائي للاستفادة منه. إذا هسه راح ألاحظ عندي علاقة بين عدد الإلكترونات وبين تيار. يعني عندك عدد إلكترونات، عندك إلكترونات يصير عندك تيار. ماكو إلكترونات ماكو تيار. هسه اللي راح أسوي شنو؟ أزيد فرق الجهد. أزيد فرق الجهد يعني شنو؟ أزيد فرق الجهد يعني زيادة. من أزيد فرق الجهد، فرق الجهد بين منو ومنو؟ بين الجامع وبين الباعث. هنا شو نسمي ليا بالتجربة ماتي؟ زيادة الجهد الموجب للوح الجامع، هذا اللوح الجامع. زين، من أجي أزيد فرق الجهد اللي راح يصير شنو؟ راح تزيد عدد الإلكترونات، ومن زادت عدد الإلكترونات قلنا شنو العلاقة بين الإلكترونات والتيار طردية؟ إذا من زادت عدد الإلكترونات زاد التيار الكهروضوئي. زين، وإذا استمريت أني أزيد بالجهد راح شو أسوي؟ هزيد عدد الإلكترونات. توصل عدد الإلكترونات كل ما زيد فرق الجهد كل ما زيد عدد الإلكترونات ويزيد التيار، إلى أن يوصل إلى مرحلة التيار راح يوصل إلى مقدار ثابت. إيش أسمي هذا؟ بتيار. إذن تيار الإشباع تعريف كلش مهم، وهو التيار الذي يتولد في الخلية الكهروضوئية عندما يكون المعدل الزمني للإلكترونات الضوئية المنبعثة من اللوح الباعث والواصلة إلى اللوح الجامع مقدارا ثابتا. هسه أجي اللي أسوي شنو؟ لازم أزيد آني الشدة للضوء حتى شي يصير؟ حتى تزيد عدد الإلكترونات المنبعثة منين؟ من الباعث وان تروح للجامع. زين، من أزيد الشدة راح أزيد عدد الإلكترونات، بالتالي يزداد تيار الإشباع. هاي انتهينا من جزء كلش مهم. هسه يقول اعكس لي القطبية. يعني شلون اعكس القطبية؟ اني مو ربطت الاي بالقطب السالب وربطت السي بالقطب الموجب. زين، اني مو عندي الالكترونات هي سالبة الشحنة، السالب راح ينجذب للقطب الموجب لانه حصل تنافر بين الاي اللي هي شحنته سالبه وبين الالكترونات اللي هي شحنتها سالبه، فنتيجه لها قوه التنافر راح تروح الالكترونات وين؟ راح تروح للجامع. زين، هسه يقول الاي اللي هو الباعث سوي شحنه، يعني اقلب القطبيه مالته وربطه بيا قطب، وربطه بالقطب الموجب. زين، والسي ربطه بالقطب السالب. زين، انت الالكترونات من حسقط الضوء وتعكست القطبية هي سالبة،
وحتروح وين؟ حتروح للجامع اللي هو سالب، راح يصير قوة تنافر بين الإلكترونات وبين اللوح الجامع. من حتصير هاي قوة التنافر اللي راح يصير شنو؟ اللي راح يصير أقل عدد الإلكترونات، يعني من عكس القطبية ماذا يحصل عند عكس القطبية؟ أقول له سوف تقل عدد الإلكترونات، بالتالي سوف يقل التيار. سوف يقل التيار. زين برأيك ليش قل التيار؟ يقل التيار لأنه قلت لك أكو تصير قوة تنافر بين الإلكترونات واللوح الجامع، فمنو راح يقدر يعبر؟ يا إلكترون بس اللي طاقة مالته أكبر من قوة التنافر بينه وبين يا لوح، بين اللوح الجامع. هسه ايش حسوي؟ راح ازيد سالبية، بعد ما انا عكست راح ازيد السالبية لمن؟ للوح الجامع. كل ما ازيد السالبية بالتالي راح، احنا مو بالبداية من قلبنا قل التيار، هسه زيدت السالبية التيار مالتي راح يصير صفر، راح يصير عندي جهد القطع او الايقاف اللي رمزه شنو؟ رمزه في اس. طبعا هذا جهد سالب، اجاني ايضا هسه تعريف جديد هذا لازم انتبه له، هو القل جهد سالب للوح الجامع يجعل التيار الكهربائي صفر. هو اساسا اذا طالب يقول لي زين ست اذا اريد اعرفه، هو الجهد الذي يمنع الالكترونات المنبعثه من الوصول الى لوح الجامع، ايضا صحيح ما عندنا اي مشكله. زين هسه انتهينا من التجربة، عندي هاي الأسئلة كلش مهمة، يعني انت هذه التجربة مواردة جدا ان تجي هاي السنة بالوزارة. زين ست اذا ما اجتي التجربة لازم تجيني هاي الأسئلة عن التجربة، طبعا هاي أسئلة كلش مهمة عن التجربة ولازم الطالب التجربة يضبطها، يضبط الأسئلة عن التجربة لأنه واردة جدا أنه تجي. زين إذا هسه أجي أحل آني هاي الأسئلة، ماذا يحصل عند زيادة شدة الضوء؟ إحنا شو اتفقنا؟ شدة الضوء شو تسوي؟ تزيد لي تيار الإشباع. عنده هسه الجواب ماذا يحصل عند زيادة شدة الضوء؟ راح أقول له نلاحظ زيادة تيار الإشباع. زين ماذا يحصل في حال عكس القطبية؟ ايش راح نقول؟ يهبط التيار تدريجيا. زين من هبط التيار تدريجيا؟ قلت لك بس راح تبقى الالكترونات اللي طاقتها كبيرة راح تنتقل وين؟ الى اللوح الجامع. رقم 3 ماذا يحصل عند زيادة سالبية جهد اللوح الجامع تدريجيا؟ راح اقول له التيار ما الدائرة حيصير صفر، أي يعني جهد الـ VS جهد القطع هذا اللي حصلت عليه هو قيمته سالبة، فالتيار ما تجقد يصير قيمته، يصير قيمته صفر. زين هسه العالم اللي وضع تفسيرات هو العالم منو؟ العالم أينشتاين شيخ العلماء. بس هنا قبلها عندي 4 نقاط كلش مهمة لازم تحفظ لياها، هاي النقاط هنا أمامك. هذه التجربة بيها حقائق، هاي الحقيقة الأولى، هاي الحقيقة الثانية، هاي الحقيقة الثالثة، وهاي الحقيقة الرابعة. انتبه هاي الحقائق الأربعة هاي حقائق صحيحة للظاهرة الكهروضوئية، لكن عندي جماعة النظرية الموجية عندهم رأي، هذا رأيهم بع نقطة 1 مغايرة تماما للحقيقة، هنا نقطة 2 مغايرة تماما للحقيقة، هنا نقطة 3 مغايرة للحقيقة، وكذلك نقطة 4. إذا من أسباب فشلها، أسباب فشلها الفيزياء الكلاسيكية اللي هي النظرية الموجية، هاي النقاط اللي هي مغايرة للحقائق. الحقيقة الأولى لازم تحفظها إنه الإلكترونات الضوئية ما تنبعث إلا بعد ما انتهينا من الحقائق للظاهرة الكهروضوئية، راح أشوفك القوانين اللي عندنا. أول شيء عندنا هاي القوانين، 3 قوانين. هذه الكاينتيك إنرجي هاي طاقة حركية، الإي هو عبارة عن طاقة فوتون، الدبليو دالة شغل. ممكن أن أفتح طاقة الفوتون إلى HF حيث H ثابت بلانك، قيمة ثابتة 6.63 × 10^34 جول في سكن، و F هو تردد، وهنا أيضا دالة الشغل ممكن أن أفتحها إلى H في F نوت، هذا أيضا تردد لكن اسمه تردد العتبة.
طبعا راح نجي هسه للتعريف، اوضح لك اياها بعد شويه. شنو معنى تردد العتبه؟ داله الشغل ارجع اكرره، ارجع اكرر لك جهد الايقاف وتيار الاشباع. هسه كاينتيك انرجي يساوي لي اي في اس، هذا جهد القطع او الايقاف. هذه شحنه الالكترون اللي هي قيمه ثابته، قيمتها ثابته تحفظ او تعطى في هامش الاسئله. ايضا هنا كاينتيك انرجي نصف ام في تربيع، حيث ام هي كتله، في هي سرعه. هنا انتبه الفقره مهمه، شلون راح افرق اني؟ لانه اني عندي الفصل يتكون من قانون للطول الموجي وقانون للطول الموجي لدي برولي، طول موجي طبعا مقابل ذروه اشعاع، طول موجي لدي برولي، وعندي مبدا اللا دقه ومبدا الاقل لا دقه. شلون راح افرق او يميز الطالب؟ راح يقول لي ست شلون افرق اني بين كل سؤال وش اطبق له قانون؟ طبعا انت اذا اتطرق بالسؤال إلى الظاهرة الكهروضوئية من خلال دالة شغل ذكر لك، أو ذكر لك تردد عتبة، أو تردد فوتون، أو طول موجة ضوء، أو جهد قطع، طبعا يذكر لك واحد أو اثنين أو ثلاثة من هذني بالسؤال، أو مباشرة شي يقول لك، يقول لك أضيء سطح معدن. أنت راح تعرف من أضيء سطح معدن عندك الظاهرة الكهروضوئية. فهاي القوانين الثلاثة أطبقها حسب معطياتي للسؤال. هسه نجي ناخذ فد سؤال بسيط على الظاهرة، والسؤال كالآتي، سؤال مهم جدا. هذا السؤال نبدي من هنا، يقول يتوقف تحرير، طبعا سؤال من أسئلة الفصل، يتوقف تحرير الإلكترونات الضوئية من سطح معدن عندما يزيد طول موجة الضوء الساقط 600 نانومتر. تلاحظ هنا كل طول موجي يقاس بوحدة شنو؟ بوحدة المتر. هنا اعطانيها بالنانومتر، لازم هنا أحول. فإذا أضيء المعدن نفسه بضوء طول موجته 300، راح يقول لي الطالب ست شو هنا اكو طولين موجية، انا شلون راح افرق ياهو المدا ياهو المدا نوت؟ اقول لك كل طول موجي اطول معناته المدا نوت، يعني هنا عندك 600 هنا عندك 300، من المدا نوت؟ قول لي انت قلتي اطول طول موجي، من اطول طول موجي هو 600، اذا المدا نوت هو 600. ايش رايد؟ رايد الكاينتيك انرجي بالبداية مقدر بوحدات الجول، وبعدين مقدر بوحدات الالكترون فولت. هنا ننتبه من يطلب من عند تحويل من الجول للالكترون فولت، كاتبت لك ملاحظة بسيطة. إذا أرد أحول من جول للالكترون فولت، أقسم تقسيم شحنة الالكترون، إيش قد هي شحنة الالكترون؟ 1.6 في 10 سالب 19. زين، وإذا أرد أحول من الالكترون فولت للجول، أضرب في شحنة الالكترون، إيش قد شحنة الالكترون؟ 1.6 في 10 سالب 19. هسه من خلال الحل راح أوضح لك أكثر. زين، بداية راح أحول ال 600، أقول في 10 سالب 9، هنا أنا حولت. زين، شلون عرفت المدانوت؟ وضحت لك لأنه أطول طول موجي. هنا شلون عرفت المدا؟ هنا يكون أقصر من عنده. كل F هو تردد، F نوت تردد عتبة، F تردد، F نوت تردد عتبة. يفتح ال F إلى C على لمدا، C سرعة ضوء، لمدا طول موجي. F نوت كذلك يفتح إلى C بس على لمدا نوت، C سرعة ضوء ولمدا نوت هو طول موج، طول موجي للعتبة أو طول موجة العتبة. إذا أكرر، كل F تفتح C على لمدا، بما انه هنا نوت راح اقول له على لمدا نوت. راح اجي سرعه الضوء ثابته 3 في 10 اس 8، الطول الموجي اللي هو 600 اللي حولناه، ونطلع الناتج بالهرتز لانه التردد يقاس بوحده الهرتز. كذلك الاف ايضا سرعه الضوء على الطول الموجي، بعد ما حولناه طلعت الناتج. هو ايش رايد؟ رايد كاينتيك انرجي. انت راح تقولي زين انا عندي ثلاث قوانين، يا قانون من عندهم راح اطبق؟ هسه راح اوضح لك. طبعا انت مو عندك ثلاث قوانين، حسب معطيات السؤال كاينتيك انرجي تساوي لي اي ناقص دبليو، كاينتيك انرجي تساوي لي نصف ام في تربيع، وكاينتيك انرجي تساوي لي اي في اس. زين، سؤالك يا قانون اطبق حتى طلع الكاينتيك انرجي؟ ما دام ما منطيني كتله وما منطيني سرعه، اذا هذا ما اطبقه. ما منطيني هنا جهد فرق جهد، يعني جهد قطع وايقاف، ما اطبقه. اذا هنا اطبق هذا القانون. زين، شرح اطبقه؟ انت ايش سويت؟ مو فتحت، هسه انا حوضح لك، انت مو فتحت كل اي هو اتش اف،
وكل ال W هو HF not زين. هنا ال H عامل مشترك طلعناه F ناقص F not. بما أنه ال H قيمته ثابتة، ال F احنا طلعناه سابقا، ال F not طلعناه سابقا، عملية طرح بسيطة. شلون أخذ العشرة أس 15 عامل مشترك وأطرح؟ طلعت الكاينتيك انرجي بوحدة الجول، هو كايل أولا بوحدة الجول بعدين بوحدة الإلكترون فولت. هذا الرقم اللي طلع لي راح أقسمه على شحنة الإلكترون، لأن قلت من الجول للإلكترون فولت أقسم على الشحنة. إيش قد الشحنة؟ 1.6 في 10 سالب 19 وطلع لي الناتج بالإلكترون فولت. لاحظ يراد دقة شوية وتنتبه للفكرة. نجي ناخذ سؤال فكرته جديدة. السؤال يقول سقط ضوء تردده، مطينا التردد بوحدة الهرتز اللي هو شنو؟ التردد F. فدالة الشغل هنا طانة هو W كامل، ما يحتاج أفتح W. ست شو وقت أفتح W؟ شو وقت أفتح E؟ أنت حسب معطياتك. إذا انطاك ياهن جاهز كرقم، هسه هنا طاك W جاهز كرقم، ما يحتاج تفتحها، يعني ما يحتاج تفتحها إلى HF not. لكن من ما ينطيك رقم لا، أنت راح تجي تفتحها إلى أن تتوصل إلى المطلوب من عندك. هسه يقول فانبعثت إلكترونات ضوئية من السطح، جد الطاقة الحركية الكاينتيك إنرجي المنبعثة وجهد القطع رايد من عندي الـ VS. زين بهالحالة اللي راح أسوي شنو؟ ما دام متطرق لدالة الشغل إذا مباشرة قانوني E ناقص W. الـ E يفتح إلى HF ثابت بلانك، و F هو أساسا مطينية بالسؤال. طلعت الكاينتيك إنرجي بكل سهولة، وحدة طبعا انتبه وحدة الكاينتيك إنرجي هي شنو؟ هي الجول. من ثم تجي طلعت الكاينتيك إنرجي شحنة الإلكترون عندك، راح تطبق للقانون وتطلع الـ VS وانتهى حل السؤال. تنتبه انه فرق الجهد يقاس بوحدة الفولت، كلش بسيط. ونيجي ناخذ سؤال آخر، فكرة أخرى هنا ممكن أن أنطيك واجب همينة. هنا هذا السؤال أمامي، يقول سقط ضوء طول موجته يساوي لي 10 سالب 7 يعني اللمدة على سطح معدن دالة شغله طانة W. انبعثت الكترونات جد الانطلاق الاعظم، الانطلاق الاعظم يعني في تربيع. راح تلاحظ وين موجود الفي تربيع؟ بس بقانون اللي هو هذا كاينتيك انرجي نصف ام في تربيع. هنا الكتله كتله الالكترون كميه ثابته يعطيك اياها وانت رايد الفي. زين الكاينتيك انرجي ما عندي اياها بالسؤال، فاني لازم ابحث عن الكاينتيك انرجي اكيد من خلال القانون الاخر أطلع الكاينتيك إنرجي وأعوضها. هسه هنا راح أجي أطبق له كاينتيك إنرجي يساوي لي، هنا مثل ما قلنا كاينتيك إنرجي يساوي لي E ناقص W. بما أنه ما منطيني الـ E، ما منطيني الطاقة للفوتون، راح أجي أفتحها إلى HF ناقص W. W منطينيها كاملة، ال H ثابت بلانك، وال F هنا ما منطينيها، بس شنطاني انطاني طول موجي. فش أقول له؟ كل F تفتح إلى C على اللمدة، أنا جهزتها سابقا السي على اللمدة، حضرت لل F، أجي أعوض هنا مباشرة، طلعت كاينتيك إنرجي. من ثم أجي الكاينتيك إنرجي وين أعوضها؟ بنصف M V تربيع. أنا شنو المطلوب من عندي؟ في تربيع. هنا شوية تنتبه لي، من طلعت الفي تربيع برا وتقسم لازم من تطلع الناتج تجذره، لأن أنا ما محتاجة في تربيع، أنا رايدة أعظم انطلاق، وأعظم انطلاق اللي هي في. فهنا الفي تربيع مجرد بس تجي تجذر لي، وينتهي هذا السؤال.